احنا الاطعام عندنا في الفندق يعني زبائن تاعنا جينيرالمون اللي راح يولي لنا اوكي يعني بفخر واعتزاز نقولها اللي راح يولي لنا سواء في المطبخ نتاعنا ولا من ناحيه الحلويات نتاعنا عندنا جوده عندنا باغ اكزومبل الاجانب ساعات نحبوا ندوقوهم الاطباق تاعنا التقليديه مهم مهم يعني ميم لو كان تحب تشوفي في لي بوفي تاعنا توجور عندنا العصري وعندنا التقليدي ديما نحبوا نبينوا تلقاي توجور باغ اكزومبل في لي بوفي تاعنا تلقاي مقروط تلقاي هكذا تلقاي شريبه تلقاي توجور حاجه تقليديه نحاولوا نحافظوا على هذيك اللمسه تاعنا وعندنا اوسي في الصيف بوكو بلوس ناس تحب لي سناك تحب حاجه خفيفه حاجه خفاف تحب لي بيتزا تحب لي بانينيت احنا ونساي دو توشي كامل اسمع كاع لي كاتيجوري وكل واحد واش يحب ياكل باسكو الماكله تولي للذوق الشيف مهما يحط بصح تولي لهذاك الانسان واش يحب تقدري انت تبدلي مجهول في طبخه ومن بعد هذاك الانسان ما يحبش هذيك الطبخه يحب حاجه بلو سامبل واقيله كامل فهمتيني يعني حنايا في جوده في الجوده تاعنا نعاودوا نولوا توجور الزبون تاعنا واش يحب نديروا له شوف وسيله كنت هضرت من دو قليل على الزبائن ولا المقيمين في هذا الفندق تاع الريمه الذهبيه بزيرالدا قلت بلي عدد كبير منهم مغتربين يعني جزائريين مقيمين بالخارج فمليح انه الجزائري اللي يكون مقيم بالخارج الاكلات التقليديه والحاجات الجزائريه مش متعود عليها المهم كذلك انه لما يجي البلاد ويجي الفندق ديالكم يلقى هذيك اللمسه انا باغ اكزومبل صباح في البوفي توجور نحب هذاك المقروط هذاك التارك لي شيف اللي معايا في لاكويزين توجور يحبوا يديروا حاجه باغ اكزومبل ان فوندرودي نديروا هذاك الكسكس كما اللي نديروه في الدار باش هما يشموا هذيك الريحه تاع البلاد اي فوالا ماشي غير البحر ايتو ميم يا اوتر شوز